تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل. وفي مستشفى أبو سمبل الدولية تواصل الأطقم الطبية تقديم خدماتها للأشقاء السودانيين والوافدين بالتنسيق مع وزارة الصحة التي ضاعفت كوادر المستشفيات وإمكاناتها. ملحمة طبية في مستشفى أبو سمبل الدولية تتخذ من الوقت والجاهزية وتحدي الظروف عناصر نجاح لها، فمنذ بدء الأزمة السودانية والمستشفى يبذل جهدا أكثر من رائع. الخدمات الطبية برضو بتتقدم للوافدين من دولة السودان سواء على المعبرين معبر أرقين ومعبر قسطل، ودي طبعا الفترة الحالية اللي احنا موجودين فيها بنقدم خدمة طبية طبعا للإجلاء السوداني للوافدين من دولة السودان. بالنسبة طبعا للأزمة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت الحمد لله يعني قدرنا نتعامل معها، كان جالنا تقريبا 28 حالة منهم 3 كانوا محتاجين تدخل جراحي عاجل. هو الحقيقة من بداية الأزمة السودانية واحنا وضعنا خطة ازاي بيها نقدر نرفع الطاقة الاستيعابية للمكان، زودنا عدد الأسرة، زودنا الأجهزة الطبية، الكوادر البشرية، عملنا تدريبات وندوات تثقيفية للأطباء والتمريض، زودنا طلب الأجهزة، الأدوية والمستلزمات والمستحضرات، عدد الأقسام دبلرنا الدكاترة في الأقسام. استطاع مستشفى أبو سمبل، ذلك المستشفى الذي يقع قرب الحدود مع السودان الشقيقة، أن يكون حصنا طبيا لكل الحالات المحالة إليها من الوافدين من كل الجنسيات لا سيما السودانيين منهم. من بداية الأزمة تم مضاعفة الكوادر، تم تجهيز استقبال الطوارئ والأقسام الداخلية والعمليات لاستقبال الحالات الطبية الطارئة. بعض الحالات الناجمة عن المعارك الناتجة هناك مثل الطلق الناري أو الاعتداء. تم عمل منظومة متكاملة لمتابعة المرضى منذ دخولهم المستشفى ومتابعة حالاتهم أول بأول على مدار 24 ساعة. بيتم تنسيق تسجيل بياناتهم ومتابعة مع غرفة عمليات في وزارة الصحة وغرفة عمليات في مديرية الشؤون الصحية في أسوان. كان لدور هيئة التمريض بمستشفى أبو سمبل الدولي دور كبير في استقبال الحالات والتعامل معها. بالنسبة للموضوع التواصل بين غرفة الطوارئ اللي هي إدارة الأزمات والطوارئ بأسوان وبين المعبرين أرقين وقسطل، كنا حركة الوصل بينهم وبين إدارة المستشفى عندنا ان احنا بيبلغونا بكل الحالات اللي جايه لنا بالنسبه لصوره التقرير الطبي وصوره الجواز التشخيص المبدئي كل حاجه، بحيث ان الحاله جايه لنا ما نضيعش اي ثانيه في بالنسبه للعيان. ما بين حالات طبيه حرجه واخرى بسيطه استطاع المستشفى التعامل مع الجميع بحرفيه بالغه حتى خرج الجميع بسلام، بدءا من رصد الحالة الطبية على المعابر الحدودية وحتى استقبالها وتمام شفائها وخروجها، مع استحداث منظومة إلكترونية لتسجيل الحالات المرضية لمتابعتها مستقبلا في أي من مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.